السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أحبابنا الكرام، معاكم محمد هنداوي وانت بتتفرج على زيتونة زراعية. أنا كنت قاعد في يوم على مكتبي، دخل علي مندوب، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. طبعا أنا برحب بأي حد دخل علي أيا كان هو أنا بتعامل معاه أو ما بتعاملش معاه. فعرض علي منتج ما، قلت له ماشي اتفضل، وسعره كذا. فطبعا أنا لفت انتباهي السعر غير السعر الموجود في السوق، طبعا اقل. فقلت اتفاوض معاه كده اشوف هيعمل ايه. فتفاوضت معاه وطبعا نزل في السعر، وده شككني اكتر فيه. فقلت له طب وريني المنتج اللي معاك كده. راح جاب لي كرتونه وحطها قدامي، قلت له طب افتحها. فتحناها وطلع لي كيس. اول ما شفت الكيس انا شكيت فيه، مش شكيت فيه، انا اتاكدت ان هو مضروب يقينا، لان شكله مختلف عن الكيس الاصلي بتاع الشركه الاصليه. مسكت الكيس فتحته شميته، ملوش ريحه. طبعا تاكدت ان الكيس ده مضروب. طبعا انا اخدت منه كيس، وده كان بالنسبه لي صفقه، يعني ان انا اكون معايا كيس مضروب زي كده، دي حاجه بالنسبه لي ان انا هعمل عليها شغل كويس. وده حضراتكم هو كان الكيس، ماده الكربندازيم. الكيس ده كيس مضروب. انا طبعا اول ما شفته عرفته ليه، لان انا طبعا بحكم عملي عارف الشكل ومتعود على اللون بتاع الكيس، وعندي بعض الداتا عن الشركه. الشكل ده لعلم حضراتكم هو شكل جديد، الشركه منزلاه في 1/7، يعني اول تاريخ موجود في السوق بالشكل ده موجود على مكتوب عليه تاريخ 1/7. طبعا الكيس انا اول ما مسكته مكتوب عليه 5/21، وطبعا الشكل ده اصلا ما كانش موجود في بتاريخ 5/21، ده بدايته 7/21. فطبعا يقينا الماده دي مضروبه. طيب الكيس، طب انت عرفت ازاي؟ انا اقول لحضرتك، او انا اعرف ازاي، انت تعرف ازاي. انا النهارده بحكم شغلي وبحكم ان انا موجود وبيورد عليا كل يوم، وعارف شكل العبوات، واذا كانت اكياس او علب او حاجات زجاجيه او غيره، احنا بنعرف الحاجات الكويسة بالشكل مبدئيا، يعني ده شيء ممكن نميز بيه الشيء المضروب. لكن انت حضرتك كما مزارع بتاخد المبيد، بتفتح الكيس وترميه، ما بتركزش فيه، ما بتعرفش شكله، ما بتاخدش بالك من شكله، مش هتقدر تقارن بين شكل وشكل بحكم ان انت ما بتتعاملش معاه بشكل مستمر. ممكن تتعامل المبيد ده مرة في العمر، مرتين، ثلاثة، انت ما انتش يعني مش كل يوم بشكل دوري. لكن احنا شغلنا ومجالنا ده بنعرف نحاول او نعرف نميز المضروب من السليم. طيب اول شيء حضرتك تعرف منين؟ طبعا انا اقول لك انا عرفت منين. انا عرفت طبعا من شكل الكيس، وهوريكم الكيس السليم عامل ازاي، وحضرتكم تعرفوا تفرقوا بين الكيسين. الكيس الثاني ده الكيس السليم، ده الكيس الاصلي، الكيس الاصلي بتاع الشركه الاصليه، وده الكيس المفتوح، ده هو ده الكيس المضروب. شايفين اللون؟ شايفين الفرق في اللون؟ شايفين الفرق في شكل العبوه؟ شايفين الفرق في التقفيل؟ شايفين الفرق في حجم العبوه؟ واضح جدا، لكن لو انا قارنتهم ببعض هيبان الفرق. لكن نفترض انا ما عنديش الكيس ده ومعايا الكيس ده، هعرفه منين؟ اولا انا قلت لحضراتكم انا عرفته من شكله، ما من اول ما طلع من الكرتونه انا عرفت الكيس ده مضروب. طيب تاني شيء، من ريحته ملوش اي ريحه، فتحناه ملوش اي ريحه. تالت شيء عملت ايه؟ جبت كوبايه ميه او ازازه ميه او اي حاجه. طبعا المضاد ده سام جدا، طبعا ممنوع ان انا يعني اتعامل معاه مباشره. جبته في اناء انا مش محتاجه، دوبته فيه وقلبته وسبته بالظبط 3 دقايق. اللي حصل ان المبيد اترسب في الاناء ده، الدواء كله، الماده دي بودره، الباودر ده اترسب داخل الاناء. ده ياكد برضو ان انت تعرف، تحاول تعرف لو هو مبيد مش هيترسب، لانه لو اترسب يبقى ملوش قيمه، لازم يدوب في الميه عشان يبدا ايه يعني النبات يتعامل معاه. لكن هو لو اترسب يبقى ملوش اي قيمه، فده ان دل يدل ان هو برضو مضروب. طيب اعمل ايه تاني بعد كده؟ نفترض ان هو داب معايا. طبعا المعروف ان اي مبيد بيبقى ليه رقم تسجيل، وزاره الزراعه، لجنه المبيدات الافات الزراعيه ليها موقع على الانترنت، وزاره الزراعه اي مبيد بيتسجل بينزل على الموقع ده. اي مبيد حضرتك هتمسكه هتلاقي عليه في الخلف بتاعه رقم التسجيل، ده مكتوب عليه رقم التسجيل المحلي، ده رقم التسجيل بتاعه.
هخش على موقع بتاع لجنة آفات المبيدات الزراعية وادخل، هتلاقي فيه عندك مربع وتلاقي فيه فراغ تكتب فيه الرقم ده، دخل فيه الرقم، ولما تدخله دخله باللغة الإنجليزية، ما تدخلوش بالعربي عشان البرنامج يقبل معاك انه يعرف يقراه. لو طلع المبيد سليم او الرقم ده صحيح هيبدأ يديك بيانات وداتا عن المبيد ده من الألف إلى الياء. طيب ما ممكن يكون، ما هو ده برضو مضروب وعليه رقم التسجيل، ولو بصينا هنلاقي رقم التسجيل برضو هو نفس الرقم الموجود على الكيس السليم. طيب انا قلت لحضرتك ان انا دلوقتي هحاول ان انا اعرفه من الشكل الظاهري، هحاول ان انا اشوفه من رقم التسجيل، هحاول ان انا اشم ريحته، هحاول ان انا ادوبه في ميه اشوفه بيدوب ولا لا. طيب حاجه بقى يمكن مش هتلاقي حد يقول لك عنها، انت النهارده كل الحاجات ديت عدت من عليك وطلع الكيس مكتوب عليه رقم التسجيل وكل حاجه ومعرفت الشكل وجاء وصل لك المزرعه، تعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا، انا يعني عن طريق التجربه العمليه ان انا مش هتلاقي حد يقول لك عليها اصلا، الوزن بتاع الكيس ده، وزن الكيس ده مكتوب عليه 150 جرام. فين وزن الكيس؟ وزن الكيس مفروض ان هو 150 جرام. وزن العبوة اهي، وزن العبوة 150 جرام. انا عندي ميزان موجود حساس، مسكت الكيس ده وزنته عليه طلع 150 جرام بالظبط. جبت حوالي 10 او 15 كيس 150 جرام بالظبط، مفيش كيس لا بيقل ولا كيس بيزيد. طبعا لما الولد ده جالي انا اخدت الكرتونه اللي جابها برضو واخدت منها حوالي 10 اكياس ووزنتهم، مفيش كيس طلع 150، من 130 لحد 180، 130 140 145 155 170 180، مفيش كيس طلع وزنه سليم، لان الماده ديت هي ماده اصلا دي مش قيمتها، دي بودر، بودره الله اعلم بيعملوها ازاي، لكن هو بيعبي ماده ملهاش قيمه عنده. فطبعا هو ما بيهموش ان الوزن يكون مظبوط، واللي شغالين على الحاجات ديت ما بيبقوش بروفيشنال، يعني مش حد محترف دايما، يعني هو الغشاش بيقع، ما عمره ما هيعرف يبقى، لان هو مضروب، هو غشاش، هو دي مش حاجه سليمه، الماده اللي جواها مش غاليه عليه، مش فارق معاه، مش شغال شغل مصانع وشغل محترف، ده تلاقي شغل بير السلم، فتلاقيه بيعبي كده مانوال، فلما بيعبي ما بيدقش قوي في الوزن، فهتلاقي وزنه ما فيش كيس، نادرا لما تلاقي كيس مظبوط بالظبط 150 جرام، لكن ده عشان شركه بتاعته شركه اصليه وشغاله شغل صح وشغل مصانع وشغل حاجه بروفيشنال، هتلاقي الوزن انا فعلا لقيت كل الاكياس 150 جرام بالظبط. مفيش كيس لا قل ولا كيس زاد. فدي حته مهمه جدا انك تحاول توزن الكيس او توزن العبوه اللي عندك بقدر الامكان، انك هتلاقيها مظبوطه بالوزن المثالي بتاعها بالظبط. ودي طبعا يعني ايه حاجه قلما لما حد ياخد باله منها، ان يشوف الوزن بتاع العبوه اللي عنده. طيب نفترض ان طلع الوزن مظبوط، اعمل ايه؟ النهايه بقى خالص او خلاص الكلام، ان انت حضرتك تتعامل مع حد ثقه، حضرتك لازم تتعامل مع مصدر موثوق. مهم جدا حاجتين في تعاملك مع المحل او المهندس او التاجر اللي انت بتتعامل معاه، ان هو يكون ثقة وخبرة، لان الثقة لوحدها ما تنفعش والخبرة برضو لوحدها ما تنفعش، لازم يكون خبرة عشان يعرف هو نفسه يميز ما بين السليم والمضروب، ولازم يكون عنده أمانة ان هو لو جات له حاجة مضروبة زي كده والسوق مليان لعلم حضراتكم، ان هو يعني ما يقبلهاش على نفسه، لان هو هياخدها ويديها المزارع ومش هتجيب معاه نتيجه، وده طبعا يعني شيء حرام شرعا، ان انا ده غش، وان انا قبلت على نفسي دخلت على نفسي او دخلت في مالي جنيه واحد ولو حتى جنيه حرام، ده طبعا ربنا هيحاسبني عليه. لكن لا نفترض ان هو قبل الكلام ده، خلاص هو حاجه ترجع له وشيء هو بينه وبين ربنا، لكن انا كمزارع او انا كراجل عندي ارضي بحاول ان انا اجيب المبيد السليم، احاول اتحرى المصدر، لان انا لو انا عندي امانه هجيب من المصدر الكويس. احنا هنا مثلا انا ما بتعاملش معاه، ده مندوب جالي انا برحبت بيه اهلا وسهلا، لكن اما بتعاملش معاه انا ما اعرفوش،
في مصادر من المصادر الام، مصدر الشركات، الناس المحترمه اللي الواحد بيتعامل معاهم مره واثنين وعشرة واثق في شغلهم. لكن في ناس بتقبل الكلام ده، موجوده كتير في السوق. لكن انت كمزارع لازم تتحرى وتعرف كويس المصدر اللي انت جايب منه، وتحاول ان انت يعني تحاول تشوف برضو بخبرتك اللي احنا او بعض الحاجات اللي احنا قلناها، تحاول تشوف رقم التسجيل مسجل ولا لا، تشوف الوزن، تشم الريحه، تحاول تقارن ما بين كيس وكيس. وفي النهايه يعني انا حبيت ان انا اقول لحضراتكم معلومه، اوصل لحضراتكم معلومه لعل حد يستفيد منها. ولو كنت استفدت يعني ما تبخلش علينا بلايك، وفعل زر الجرس لو انت مشترك، ولو مش مشترك ارجع ودوس على زر الاشتراك تحت الفيديو. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.